قال برضو ما في حاجة اسمها تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة. نمسك الآيات، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة البقرة بعد ما تكلم عن أهل الكتاب وفضح عقائدهم وأعمالهم، ربنا قال فإن آمنوا، وخاطب الصحابة قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شنو؟ في شقاق. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عشان كده يا شباب نصيحتنا اللي بننصحها لأنفسنا أول ولبقية الناس، الترابين ديل يا أخواننا أعداء الرسل وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، وديل الناس اللي ما دايرين إنك تتقيد بدين ولا بشريعة، وديل أذروا على اليهود لأنه الناس ديل ما ممكن تتوقع منهم يأمروك بفضيلة. لأنه أول حاجة التراب ده قرى وين أنت قاله؟ قرى في السربون في فرنسا. فرنسا دي مش الجامعة مختلطة، الداخلية ذاتها بتكون مختلطة، الغرفة ذاتها بتكون مختلطة. ما ممكن تيجي يجيك ترابي يقول لك الخلط حرام أو باعد بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء والكلام ده، أو يأمر الناس بالمعروف، فهمت؟ وغيره من الكلام اللي بيقولوا نازل. ولذلك يا أخواننا الإنسان يبعد من أركانهم ويبعد من تجمعاتهم. والإنسان لو أتى إلى الله سبحانه وتعالى، أسمع الكلام ده والله الكلام ده بأدلته، لو جيت لربنا سبحانه وتعالى سارق زاني، جيت لربنا سبحانه وتعالى بتاع بنجو عديل شفته ها، وجيت بتاع زين عديل راسك عديل، لكن عارف نفسك غلطان وإنه الدين ده حق، ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر لك ويدخلك الجنة. وإن عذبك ما بخلدك في النار إذا بقيت إنسان موحد. لكن لو جيت بالعقائد دي ما ترجو من الله سبحانه وتعالى أي شيء. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء منثورة. ها زول يغتاظ، ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين، لما ربنا ذكر الفيء وهو المال الذي يغتنمه المسلمون من غير معركة، قال المال ده لمنه؟ أول حاجة قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعد ذلك قال شنو؟ قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا قال الفيء ده أول حاجة للمهاجرين، ونمرة اثنين للأنصار. بعد ذاك تاني اللي بيخش في الفيء منه؟ ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة لغاية ما تقوم الساعة يخشوا في الفيء. لكن ديل اللي اتصفوا بهات الصفات، ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقد للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الإمام مالك قال في قلبه غل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ده ما عنده نصيب من الفيء، ما عنده نصيب، عرفتها؟ وربنا قال لك يا أخي استغفر لهم تسبهم. وده نفس الشغل بتاع الروافض، عشان كده العلماء قالوا اليهود والنصارى فضلوا يعني فاقوا على الرافضة بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للروافض من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. ده نفس الشغل بتاع الشعبين. الترابي نبذ الصحابة، قال أبو هريرة ده قال أسلم بتين لغاية ما يروي الأحاديث دي كلها. قال ها قال أسلم بتين، شوف التراب الكلب ده، أسلم بتين. أبو هريرة ده الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ودافع عن نفسه في صحيح البخاري، قال يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفخ بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كانوا يشغلهم الزرع، وكنت امرئا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما بحديث طويل ثم قال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يضمه إلى صدره فلا ينسى شيئا. قال فبسطت
بردة علي ما علي غيرها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم جمعتها إلى صدري فما نسيت شيئا. واحد من ملوك بني أمية لعله مروان قام دار يختبر أبو هريرة رضي الله عنه، عشان كده العلماء قالوا أحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبو هريرة قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين. قال أبو هريرة فوالله ما لقيني مؤمن إلا ويحبني. وده دليل على أن التراب ذاته كافر لأنه بيكره أبو هريرة، عرفته؟ فأبو هريرة رضي الله عنه ها قام قال له الزول ده قال له حدثني بأحاديثك دي، الأحاديث دي حدثني بها. أبو هريرة حدثه بأحاديث، قام جاب له كاتب كتب في صحيفة، قال له الصحيفة دي بعد سنة رأس الحول. قام نادى أبو هريرة تاني قال أبو هريرة أرأيت ما حدثتنا قبل عام؟ قال فأعته علينا. قال فحدث به أبو هريرة لم يخرم منه حرفا، ما خرم منه ولا حرف. خليك من الصحابي أبو هريرة يا أخي، الكلام ده يا أخواننا معروف عند العرب، العرب ديل بيجيبوا لك كلام ها ذاته مشقلب ومقلبا انت ما بتقدر تعرفه شايت وين ولا خاشب وين، بيحفظوه من اول مره ها. البخاري الامام البخاري عليه رحمه الله لما خش العراق كان عمره صغير، قاموا الناس قالوا شنو البخاري وما البخاري، قام العلماء بتاعين العراق قالوا كده نختبر البخاري ده، جابوا 100 من الاحاديث باسانيده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كويس؟ خدتوا البخاري وجابوا 10 من الحفاظ العلماء، وأي واحد من العلماء ديل أدوا 10 شنو؟ أحاديث، كده بقت 100 حديث، وقلبوا شنو؟ قلبوا الأسانيد والمتون، حدثنا حدثنا حدثنا، ده اسمه إسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ده اسمه المتن، قاموا قلبوين حق إنما الأعمال بالنيات جابوه في بني الإسلام، وحق بني الإسلام ودوه في الحلال وبين، ودي جابوه هنا وده جابوه هنا. واي واحد قال واحد قال للبخاري قال له ما رايك في حديث كذا وكذا 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، البخاري قال لا اعرفه. الناس العوام ساكت قالوا بالله هو ده البخاري حقكم ده المكرهين نبيه، لغايه ما تم له العشر احاديث قال كل اي واحد يقول له لا اعرفه، العلماء قالوا قد فهم الرجل، لغاية ما العشر أنفار تموا أحاديثه جد يقول لهم لا أعرفه أحاديثكم دي ما عارف. الناس قالوا بالله ده البخاري حقكم. بعد ذاك البخاري قال للأول أما ما حدثتني حديثك الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا فليس هو كذا وإنما هو كذا، وأما حديثك الثاني والثالث رجع إلى العشر كلهم 100 حديث. العلماء قالوا مش المعجزة في انه النبي في انه البخاري جاب الكلام الصح، في انه البخاري حفظ الغلط زي غلطه ورجعوا لاي واحد وما غلط، حتى في الرواد ديل ما غلط فوقه حفظ نيط. واسن احنا بنعرف في الان موجودين ناس بنعرفهم يسمعوا لك البخاري ده عادي عادي، وانا بعرف ناس كانوا بيحفظ في اليوم بيحفظ له 50 صفحه من الاحاديث 50 صفحه ها. واخونا شيخ ابو بكر اللي اتكلم لك قبل ده حفظ القران في 60 يوم ناقص 15 يوم، ديل كم؟ 45 يوم مش حفظ القران في شهرين الا، عرفتها؟ لكن انت ترابي لي معديه معاينه للنسوان معقول تحفظ؟ ها؟ شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. البخاري قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، من الشام لمصر مسيرة شهر، قال بسمعه هناك ما بكتبه إلا لما حصل هناك، عرفته؟ الإمام الترمذي عنده شيخ كايس له زمن ما لقاه إلا صدفة، قام قال له بس قال له حدثني وأصر عليه، قاعد يحدث وما عنده كان قلم وبيكتب بأصبعه ها كأنه هو قاعد يكتب. بعد شيء الشيخ انتبه له قال له انا بحدثك وانت ما احترمت العلم، قام الامام الترمذي قال لا اصبر عليه، قال له اما حديثك الاول فكذا والثاني كذا، كل الرسائل له علماء بيحفظوا ها.
وانت اذا كان بتحفظ في كلام الترابي، نحن ما نحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها افضل الكلام، ها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله، نحن ما نحفظه؟ ولذلك اخواننا نحن ننصح انه هؤلاء الناس ناس مجارمة، ناس حرب على الإسلام، ناس مشكلتهم ما مع السلفيين او مع اشخاص معينين، ناس مشكلتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع القرآن.